غريب، من أين يأتي هذا الصندوق الكبير؟ نحن لم نطلب أي شيء يا فتيات، أليس كذلك؟ أوكي. أنا لم أطلب أي شيء. وأنا، هل يمكن أن يكون لي سامانثا؟ أنا، لا، بالتأكيد ليس لي. حسناً، إذا لم يطلبه أحدكم فستكون هدية لي. رائع، إنه نافورة شوكولاتة كاملة. شوكولاتة، إذن هو لي، أنا طلبته، أعطني إياه. لا، لا جدوى من الكذب، هو لي. حسناً، لا، النافورة لي، تنحوا جميعاً. اهدأوا، توقفوا، لا تصرخوا أو تشتموا لمدة ثانية على الأقل. أعرف كيف أحل النزاع، سيساعدكم التحدي على معرفة من سيفوز بالجائزة. مرحبا بكم في تحدي الرسم، ستذهب نافورة الشوكولاتة إلى الشخص الذي يرسمها بشكل أفضل. نحن نتفق تماما. بما أن الجميع يتفقون فقد حان وقت البيض، لكن ضعوا في اعتباركم يجب أن ترسموا بدون أيدي، هذه قاعدة إلزامية. إذا كان كل شيء واضح فإذن لديكم دقيقة، انطلقوا. أنا متأكدة بالفعل من أن النصر سيكون في جيبي، لماذا أتنافس مع هؤلاء غير الكفؤين؟ انظروا من يتكلم. شيء ما يخبرني أنني سأحصل على نافورة الشوكولاتة. أمر رائع أن أرسم. كلا، هي ملكي. صحيح، حتى الآن لا يعجبني ما اتضح، ربما أحتاج إلى بعض التكنيك. أعتقد أنه سيكون أكثر ملائمة الرسم بقلم الفلوماستر. بالضبط، قلم الفلوماستر، أريد أيضاً أن أرسم به. نعم، لا يمكنك حتى فتح القلم. ليس مضحكاً. ماذا علي أن أفعل؟ على وعلى ذلك لدى الآخرين رسومات رائعة. لا بأس، إذا لم أتمكن من الرسم بشكل جيد فأنا بحاجة إلى إفساد روائعهم. الريشة ستساعدني. ماذا فعلتِ؟ بسببك خرب الرسم كله. حظ سيء. لماذا تضحكي؟ يمكنني أن أفسد خاصتك أيضاً. وأيضاً أستطيع إفساد الرسم الخاص بك. لتعرفي كيف تضحكي على سامانثا؟ لا، هذا يكفي. لماذا أنت سعيدة يا تشيلسي؟ سوف أفسد رسومك. لا، من فضلك. يا فتيات، انتهى وقتكم، أعرضوا رسومكم. أخيراً، اللعنة، لم يكن لدي الوقت لإفساد رسم تشيلسي. لنرى ما تمكنتم منه. ماري، ما هذا؟ إنها لا تشبه النافورة وكأنها لطخة. سامانثا، رسمك ليس جيدا أيضا، لماذا لم تحاولي بجد؟ ما رأيك برسمي؟ حسنا، إنه أفضل من الآخرين، لكنني رأيت أجمل. نظرا لأن الآخرين ما زالوا أسوأ، تفوز تشيلسي اليوم. هاي، بذلت قصارى جهدي، أستحق الجائزة. هل تعتقدي أنك وحدك تستطيعين شرب الشوكولاتة؟ أنت مخطئة، يمكننا ذلك أيضاً، لدينا قشة خصيصاً لهذا الغرض. كم هو لذيذ؟ مهلاً، أين الشوكولاتة؟ أنت صديقتنا لذلك شاركتي معنا. لصوص؟ هل أنتم جاهزون للجولة القادمة؟ هذه المرة ستكون جائزتكم أكثر روعة، انظروا إلى هذا الكلب اللطيف. لطيف جدا. لقد أكل كثيرا وذهب إلى المرحاض، وستكون جائزتكم هذا الغائط اللطيف. من يرسم بشكل أفضل يحصل عليه. حظا سعيدا، لقد بدأ الوقت. لا أريد غائط، أحتاج فقط إلى رسم شيء ما، ولكن ليس غائط. علي أن أفعل أسوأ رسم في حياتي. بالضبط، لا يوجد أسوأ من الرسم بقدمي. أعتذر عن الرائحة. ما هذا؟ هل بدأت الحرب الكيميائية؟ من أين تأتي هذه الرائحة الكريهة؟ إنها فقط رجلي الصغيرة. سوف يرسم الجميع بالتأكيد شيئا رائعا، وسأقوم فقط بتلطيخ الورقة بقلم فلوماستر. لن يكتشفوني بهذه الطريقة. ليس علي الحصول على قطعة من القرف. اللعنة،
لقد فقدت قلمي البني. أنا بحاجة إلى بديل. لا 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 لا. كل شيء يسقط من يدي. علي أن أكون أكثر حذراً. أتساءل ماذا رسم الآخرين؟ لقد وصل الوقت إلى نهايته. أظهر رسومكم. انتهى الوقت. هاي أنا جاهزة لعرض رسومي. تشيلسي كنت أتوقع منك المزيد. واو سامانثا أنت ذكية، لديك رسم رائع. ماري لماذا تنامين؟ أنا لست نائمة، هذا هو الرسم الخاص بي. أوه هذا حقا غائط حقيقي. إذن أنت من سيحصل على الجائزة، فلنهنئ ماري. بوراس حماقة. حسب القواعد عليك أن تأكليه. نعم لكن ماذا لو كان مجرد شوكولاتة؟ فو إنها تأكل قطعة بوراس حقيقية. أنت نفسك المقرفة، هذه عجينة شوكولاتة معتادة، أتريدي أن تجربي؟ يا فتيات هل أنتم مستعدون للمعركة القادمة؟ هذه المرة سوف تتقاتلون من أجل هذه الهرة اللطيفة. كم هي صغيرة ورقيقة جداً، إذا قمتم برسمها بشكل رائع فهي لكم. هذه المرة سوف تحتاجون إلى الرسم باستخدام الطباشير الملون على وجهكم. لا يسعني إلا أن أتمنى لكم الحظ، لقد بدأ الوقت. في الواقع لماذا أرسم شيئاً على الورق إذا كنت أشبه كثيراً بقطة لطيفة؟ أحتاج فقط إلى إضافة بعض التفاصيل على الوجه. لقد انتهيت. أنا أيضاً أبدو مثل القطة. مياو. سأضع بعض الألوان. يمكنكم أن تعانوا بقدر ما تشاءون، لكنني الوحيدة التي أفكر في الحصول على مرآة. بدونها بالتأكيد لن أرسم أي شيء عادي. على وعلى ذلك فإن المرآة ليست ضد القواعد. النصر بالتأكيد في جيبي. لا تستطيع تشيلسي الرسم على الإطلاق. وماري واو رائع. استخدام المرآة مخالف للقواعد، ألا تخجلين؟ انظري إلى تشيلسي، هل تري هذه الوقاحة؟ نعم ليس هذا. علينا أن نعلم ماري درسا. دعينا نغسل مكياجها. ماري هل أنت مستعدة للاستحمام؟ خذي هذا. لا ماذا فعلت؟ لم يعد بإمكاني الحصول على القطة كهدية. بالضبط، إذا كانت سامانثا رائعة أيضاً فلن أحصل على القطة. أنا بحاجة لإفساد مكياجها. سامانثا ألوانك ملطخة. أين أخبريني سأصلحها. من الأفضل أن أساعدك، الأمر ليس صعباً لي. الآن هذا رائع، شكراً جزيلاً. يا فتيات أظهروا وجوهكم، دعونا نرى رسومكم. ماري لم تحاولي حتى. لا يمكننا عرض ذلك للقط، مرعب. سامانثا هل رأيت من قبل كيف تبدو القطة؟ ما علاقة القرصان به؟ قرصان؟ أي قرصان؟ تشيلسي لقد علمتك درسا، لكن المضيف الآن سيقدر مكياجي. أجل علينا التخلي عن الفوز لتشيلسي هذه المرة، لأن الباقي أسوأ بكثير. هاي الآن هذه الصغيرة لي. يبدو أن حساسية القطط قد عادت. القطة بأيد أمينة معي ومع ماري. لا إنه ملكي. هل رأيت نفسك من قبل؟ عالجي نفسك أولاً وبعد ذلك سنعطيك القطة. نظراً لأن الجائزة الأخيرة كانت رائعة جداً فقد لا تعجبكم هذه الجائزة. ستقاتلون من أجل السمكة. على وعلى ذلك هذه المرة سوف تضطرون إلى الرسم بصلصات مختلفة. سيكون الأمر أصعب لكن يمكنكم التعامل معه. لقد بدأ الوقت. بالتأكيد كل شيء سيكون رائعاً. الرسم بالصلصات ليس ممتعاً فحسب بل لذيذاً أيضاً. ماذا تفعلين؟ اترك القمامة معك. أنا آسفة لم أقصد ذلك. حسناً أنا لست مستاءة. يجب أن يكون من الممتع أن أرسم بالصلصات. هم مشرقون جداً. تبدو رائعة حقاً. اتضح أن الكاتشب ليس لوناً سيئاً. أعتقد أن صلصة الجبن مشرقة جداً أيضاً. سأتمكن من عمل رسم رائع به أيضاً.
انتهت بسرعة، لكن لا يهم، تبدو جدا مشرقة وجميلة، لذلك فإن أي صلصة ستساعدني في الرسم. واو، لم أكن أعتقد أبدا أن الرسم بالصلصات أمر مثير للغاية. واو، اللعنة، الجميع يرسم بشكل رائع جدا. أنا بحاجة إلى الإسراع أيضا. أنا أيضا أريد الرسم الجميل. حسنا، رائحة الصلصات جيدة حقا. من المحتمل أن يكون مذاقهم جيدا أيضا. كم هو لذيذ. لماذا أرسم إذا كانت الصلصات نفسها رائعة جدا؟ حقا، تبدين غريبة جدا. إنه رائع ولذيذ جدا. أوافقك، إنه الأكثر روعة. أوه، صناديق غبية. اللعنة، لقد خربت رسومي بالكامل. كيف يمكن؟ قمامة غبية. اللعنة، لقد أكلت كل الصلصات. ليس لدي أي شيء لأرسم به على الإطلاق. لكن لا مشكلة، يمكنني فقط سرقة الرسم من سماثة. لقد حان الوقت، أظهروا رسومكم. حسناً، الآن سأخذ رسماً جيداً لنفسي. يا ماري، من الواضح أن اليوم ليس يومك. الرسم، لكنني أحب تشيلسي أكثر. أحسنتي سماثة، ماذا فعلت؟ هل ظننت إذا جلست ولم تفعلي شيء فلن تحصلين على السمك؟ ليس كذلك، تهانينا سماثة من ستحصل على الأسماك. كل هذا بسبب تشيلسي. لن أكل الكثير من الأسماك النيئة. فكرة، لماذا أكل السمك النيئ إذا كان بإمكاني طهيه؟ هذه فكرة عظيمة. ليس من أجلي لا شيء، أحمل الموقد دائما بجواري. أوه تشيلسي، أنا آسفة، يبدو أن النار قد أصابتك. نعم، وهذا يليق بك. بمساعدة الموقد يمكننا تحويل السمك القبيح إلى طعام شهي، ومن السهل جدا القيام بذلك. هذا كل شيء، تمنوا لي شهية طيبة. حسنا، لدي مصاصة واحدة فقط. أنا لا أحب ذلك على الإطلاق. أنا محظوظ بمصاصة أكبر، ممتاز. أليكس، فقط انظر إلى نصيبي، لا شيء مقارنة بك. واو، لا أصدق عيني، لم أرى قط الكثير من المصاصات هكذا. لنبدأ بالأصغر. حسناً، لا أمانع، فقط سأزيل الغلاف. حتى الآن أنت لا تبدين بلاءً حسناً. لن أستسلم، توقفوا عن الضحك. لا، كسرت المصاصة. لم أكن أعتقد أن هذا ممكناً. المهم أن الكراميل سليم، لست بحاجة لذلك. إنه لذيذ، رائع. واو، كم انتهيتي بسرعة. الآن أليكس. مذهل، حان الوقت لتجديد نشاطي. انظروا كم بسهولة أنزع الغلاف. واو، الكثير لأتعلمه منك. يكفي إضاعة وقت، أريد أكل كل شيء دفعة واحدة. بماذا تفكر يا أليكس؟ لا تخافوا، أريد فقط أن أطحن الكراميل. انظروا، هذا ينجح، لم يتبقى سوى القليل جدا. رائع، كم أنا قوي. توقف أليكس، نحن خائفون. هذا كل شيء، لقد انتهيت بالفعل. الآن أنا بحاجة إلى صب الكراميل في وعاء. واو، كم يوجد، فكرة رائعة حقا. أحتاج إلى مصاصة واحدة هنا، يمكن غمسها في مسحوق الكراميل وتناولها، مريح جدا. للأسف إنها انتهت بسرعة. الآن علي فقط وضع الفتات في فمي. حسنا، هذا جيد أيضا. كم هو لذيذ، لا أريد التوقف. كيف سأكل شيء في فمك؟ ميلا، أنت الآن. أنا بحاجة إلى مكنسة كهربائية. قومي بإيقافها حالا.
أوبس، آسفة، لقد أشرت بها بطريق الخطأ عليكم. أريدها أن تزيل الأغلفة هكذا. فكرة رائعة. أنا أحب ذلك أيضاً. الآن يمكنني أكل المصاصات دون أي عقبات. كيف تضع كل هذا في فمك؟ واو، أخشى أنه سينتهي بشكل سيء. ويبدو أنك على حق يا أليكس. المصاصات عالقون، لا أستطيع أن أفعل أي شيء. فليكن، سوف نساعدك. تمسكي جيداً. أحذر، أنا أتألم. أوه، ما هذا؟ إنه فك ميلا. يا له من كابوس. لا بأس، لقد أعدته بالفعل. ما هذا؟ لا أستطيع حتى أن أرى. تبدو مثل حبة ذرة. ربما أنت على حق، لدي العديد منهم. ليس لها رائحة على الإطلاق. لم تفهموا بعد. الفشار مصنوع من هذه الحبوب. لكن أنا لا أستطيع، نحن بحاجة إلى التفكير بشيء ما. لدي فكرة، ماذا لو قدمتها فقط؟ لا، إنها قاسية جدا. علي التفكير في شيء ما. سوف تساعدني مكواة فرد الشعر، لديها قوة كافية لطهي حبة واحدة. هل هذا ينجح؟ أخبرينا. أعتقد أنه سيمضي وقت طويل لنلعب أليكس أو ننام. جولي محقة، وقت طويل. آه، لقد نجحت، رائع. يا رفاق، انظروا كم هذا لطيف. أحسنت، لقد آمنا بك يا ميلا. أتمنى ألا أنتظر عبثا. آه نعم، هذا شهي. الآن أنت يا أليكس. أحتاج إلى شيء أكبر من مكواة فرد الشعر لأصنع نصيبي. أعتقد أن المكواة هي مناسبة. لست متأكدة مما إذا كان هذا سينجح. طريقتك أيضا جعلتنا نشك. واو، لقد نجحت، هذا سريع جدا. لقد فاجأتنا يا أليكس. أو لا، أحرقت يدي، كم هذا حار. في بعض الأحيان أنت غير حذر إطلاقا. آمل أن يساعدني الفشار على إبعاد ذهني عن هذه المتاعب والآلام. مذهل، لذيذ. كيف يمكنني تحضير هذا الجزء الكبير؟ لدي فكرة. أوه، ما هذا؟ ماكينة لصنع الفشار، ألم تروها من قبل؟ الآن سأخبركم بكيفية استخدامها. أولاً نضع الحبوب في الداخل هكذا. في الوقت الحالي هذا يكفي. انظروا كيف تعمل. الفشار جاهز. أمر لا يصدق، أعجوبة حقيقية للتكنولوجيا. أعتقد أنه يمكنني إضافة المزيد من الحبوب. كان جزءاً صغيراً جداً. هذه مسألة مختلفة. رائع، طاولتنا مغطاة بالفشار. وهناك عدد قليل من الحبوب المتبقية، سأستخدمهم جميعاً. يبدو أن آلتك خارجة عن السيطرة. بل هذا أفضل. هل هذا سرطان حقيقي؟ يبدو مخيف. أنا خائفة من لمسه. أوه، مرعب. لديك سرطان واحد، انظري إلى طبقي. على الرغم من أنني أنا لا أخاف، هذا جراد البحر ليس خطير على الإطلاق. لن أكون متأكد، لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكنني التعامل مع هذا الجزء الضخم. ميلا، ابدأي أولا. حسنا، شكرا أليكس، أنت صديق حقيقي. أنت تعرف كيف تدعم في الأوقات الصعبة. لا يبدو سيء كما اعتقد. حقا؟ نعم، حتى أنني أحب هذا الطعم. أنا مستعدة لأكل السرطان كله. لذيذ، لم أتوقع أن يعجبني. لأكون صادقا، أنا مندهش قليلا. لقد كان لذيذ. ميلا، من الأفضل أن تغسلي أسنانك بفرشاة بعد هذه الوجبة. أوبس، هذا محرج. لا تقلقي، يمكن أن يحدث مع أي شخص. آمل أن أتمكن من التعامل مع نصيبي أيضا. حسنا، لنبدأ بهذا الصغير. سأحاول قدم قطعة على الأقل. غريب، بدا لي أنه حي. الأفضل أن أخذ واحدا آخر. إنه الأمر جيد أن لدي الكثير من الاختيارات، لكن أولا سأتخلص من كل شيء زائد. جولي، أنا لا أتعرف عليك، ماذا تفعلي؟ لا شيء، أمور تافهة، أنا فقط بحاجة إلى تقشيرهم. هذا ليس عذرا، انظري إلى ماذا فعلت بنا. آسفة يا شباب، لم أقصد. حسنا، جربيه الآن. كانت ميلا على حق، إنه حقا لذيذ. من المؤسف أنني لم أحصل على الحصة الأكبر. أنا أحب أكله. لقد استعدت شهيتي.
رائع، لسوء الحظ ميلا لم يتبقى أي شيء لدي. الآن حان دور أليكس. لقد قدمتم لي مثالاً رائعاً، أنا الآن جاهز لتجربتها أيضاً. ممتاز، شهي حقاً. هل يمكنني أخذ البعض منك؟ لا، لقد أكلتم بالفعل حصصكم. حسناً، أردنا سرطاناً واحداً على الأقل. يكفي قلت، لا تمنعونني من الاستمتاع. لذيذ. نحن جائعون جداً، ضيفنا من فضلك. أعتقد أن هذا يكفي. مضحك للغاية، بخيل، سوف نتذكرها لك. هيا لا تغضبوا، كنت أمزح وحسب. هلا، السرطان حي. يا أمي أنا خائف. صغيري كيف أتيت إلى هنا؟ هاي، هل كل شيء على ما يرام؟ ساعدوني، لقد عض إصبعي، قوموا بعمل شيء ما. لا ترميه علي، كم هذا مؤلم. تستحق ذلك يا أليكس. أي المأكولات من بين كل ما أكلوه أبطالنا اليوم تفضلون؟ اكتبوا في تعليقات، سنكون بانتظار آرائكم. إلى اللقاء.